مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. يوم جديد من ايام استاد مصر، والنهارده الدور على المسابقه الاقدم تاريخيا، كاس مصر. بعد ما انهى المارد الاحمر كل مبارياته المؤجله في مسابقه الدوري واللي فاز بيه المارد الاحمر للمره 43 في تاريخه، النهارده الدور على مؤجلات الكاس ومواجهه الداخليه في دور ال 16. وبرغم وجود فارق كبير في الامكانيات والقدرات بين الفريقين، الا ان المباراه ليها اهميه خاصه، لانه طبعا الكاس هي بطوله المفاجات وكل شيء وارد حدوثه. وده اللي خلى مارسيل كولر المدير الفني السويسري للاهلي يقرر عوده العناصر الاساسيه في لقاء النهارده بعد ما حصلوا على راحه بسيطه في اخر لقاء في الدوري امام المصري البورسعيدي، واللي من المفارقات انه احتمال كبير يقابله يوم الخميس الجاي، لكن بشرط انه يتخطى عقبه الداخليه النهارده. الداخليه هيلعب في ظروف صعبه جدا بعد رحيل 18 لاعب بعد نهايه اعاراتهم او عقودهم وعودتهم لانديتهم. باقي فقط لا غير 7 لاعبين وحارس مرمى. ومش بس اللعيبه اللي رحلت، لكن كمان المدير الفني صاحب الكيمياء الكبيره مع الداخليه علاء عبد العال رحل هو الاخر وهيتولى مسؤوليه تدريب الجونه. ورغم الاتفاق مع كابتن عماد النحاس بشكل مبدئي، لكن النهارده اللي هيقود اللقاء هو كابتن هيثم جبريل مدير قطاع الناشئين في الداخليه. لقاء يبدو من الخارج بانه لقاء سهل جدا للنادي الاهلي، ولكن مفاجآت الكاس اكيد موجوده في كل الاوقات. هل مواجهة سهلة ونتيجة كبيرة، ولا الداخلية يكون ليهم رأي تاني وتحصل مفاجأة مدوية؟ هتكون ازاي مواجهة الأهلي مع الداخلية؟ الأهلي والداخلية، لقاء بينطلق الساعة 7 مساء بملعب الكلية الحربية في دور 16 لبطولة كاس مصر، بإدارة تحكيمية مكونة من محمد يوسف حكم ساحة، هشام طلب مساعد أول، علاء عبد الباسط مساعد تاني، محمد العتباني حكم رابع، ومحمد الصباحي حكما لتقنية الفيديو بيعاونه عمر فتحي. الأهلي في دور ال 32 تخطى عقبة منتخب السويس لما فاز عليه بهدف مقابل لا شيء، والداخلية فاز على أسوان 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل فريق. وتعالوا نفتكر مع بعض دور الثمانية في إيه؟ دور الثمانية بيراميدز فاز على البنك الأهلي ب3 أهداف مقابل لا شيء، إمبي فاز على النجوم ب3 أهداف مقابل هدف، والزمالك اكتسح المقاولين العرب ب6 أهداف مقابل هدف. النهارده لقاء الأهلي والداخلية، الفايز فيه هيواجه المصري بورسعيدي يوم الخميس 3 أغسطس. بعد الفاصل هنستقبل 2 من محللينا الشاطرين جدا، محمد عمارة وأحمد يماني، ونتكلم معاهم عن إيه اللي هيحصل النهاردة. ولقاء بالنسبة للأهلي يبدو من الخارج بأنه لقاء سهل جدا، فهل هيتعامل مارسيل كولر بشكل مختلف مع اللقاء ولا لا؟ وبعدها هنستقبل نجومنا الكبار، دكتور طه اسماعيل، كابتن محمد فضل، كابتن عماد متعب، وكابتن أسامة عبد الكريم. من أرض الملعب زمايلنا الأعزاء إبراهيم عمر، ومعاه الناقدة الرياضية ريهام حمدي، وأصدقائنا المراسلين عمرو مختار وحاتم فتح الله كمان هيكون معاهم أخبار وكواليس الفرقتين. وأكيد هنستمتع بالتعليق على المباراة مع محمد البوشي على القناة الصوتية الأولى وطارق حسن على القناة الصوتية الثانية. والحالات التحكيمية في اللقاء النهاردة هتكون مع خبيرنا التحكيمي كابتن سمير محمود عثمان. نطلع لأول فاصل ونرجع نبدأ كلامنا لقاء الأهلي والداخلية في كاس مصر.